السلام عليكم. اليوم عندنا مشروع إعداد مساقات تحسيسية حول أمراض تنفسية. غادي نقلبوا على مرض من هذه الأمراض: التهاب الحنجرة أو القصبة الهوائية، مرض الربو، ومرض السل. صافي، يعني كل تلميذ أو كل مجموعة غادي يهضروا على مرض من هذه الأمراض. شنو هي؟ غادي نديرو اولا غادي نديرو تعريف بالمرض. مثلا هضرنا على مرض الربو، نجيو نديرو تعريف المرض. شنو هو الربو؟ الربو هو مرض مزمن يصيب الممرات الهوائيه للرئتين، وينتج عن التهاب وضيق الممرات التنفسيه، مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى نوبات متكررة من ضيق التنفس، أزير بالصدر، وتهيج بالجهاز التنفسي. ثانيا غنهضروا على الأعراض ديالو. شنو هما الأعراض ديالو؟ الأعراض كيكون السعال، عدم القدرة على الكلام، ألم في الصدر، شعور الأطفال بألم في المعدة، زفير الصدر، سرعة التنفس، والعياء والتعب. طرق الوقاية منه. شنو هي طرق الوقاية منه؟ أولا النظام الغذائي، تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأوميغا 3. ثانيا ممارسة الرياضة، الاكتفاء بالتمارين البسيطة مثل المشي والسياحة واليوغا. ثالثا الابتعاد عن التدخين، لأنه يسبب تهيج الرئتين ويزيد السعال. رابعا منع تشكل العفن، مخصش كاع يكون عندنا العفن أو الأوساخ وداكشي. الابتعاد عن الحيوانات الأليفة اللي فيها الزغب مثل القطط. هادشي طايح، هادشي كنا غنريبو الحبل على شوية.